هددت هيومن رايتس ووتش بتصعيد السلطات التونسية قمعها ضد الإعلام وحرية التعبير في الأسابيع الأخيرة، وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن المحتجزين بحسب بيان صادر عنها. وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن حكومة سعيد تتجه إلى دق المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي بمهاجمة الصحفيين وشخصيات إعلامية أخرى. ولفتت المنظمة إلى تعقيد القضاء من خلال إقالة أكثر من 50 قاضيا عقب تولي سعيد السلطات في البلاد. ينضم إلينا الآن من باريس أحمد بن شمسي، مدير التواصل بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش. مرحبا بك معنا أستاذ أحمد. تقولون في التقرير رئيس سعيد يتجه إلى دق المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي، كيف تراقبون هذا المشهد المدني والحقوقي في تونس وأبرز الانتهاكات أيضا التي قمت برصدها؟ نراقب المشهد بقلق كبير وبقلق متزايد، لأننا منذ 2021 عندما يعني استولى الرئيس سعيد على سلطات ليس من لديه أن يستولي عليها لو كان يعني حريصا على توطيد الديمقراطية، ونحن نشاهد يعني اعتقالات بالجملة بصفة عامة لكل من ينافسه أو لكل من ينتقده. وهذا التصعيد الخطير الذي شاهدناه في الأسابيع الأخيرة يأتي في سياق معين، ألا وهو يعني نحن نقترب من الانتخابات الرئاسية، حيث سيضع الرئيس سعيد نفسه في المحك. فيبدو بكل وضوح أنه يريد أن يعني يضع كل من ينافسه وكل من ينتقده إلى الجنب لكي تكون الأمور سهلة أمامه للانتخابات. فهذا يعني تدهور خطير وخطير جدا للمشهد الإعلامي في تونس، وكذلك المشهد الجمعوي والمشهد الديمقراطي بصفة عامة. تطرقتم أيضا إلى واقع القضاء، انتهاكات كبيرة أيضا في المشهد القضائي وإعفاء 50 قاضيا تقريبا من مناصبهم منذ تولي سعيد السلطات في البلاد. هل من تفاصيل أخرى حول هذا الملف تحديدا، ملف القضاء في تونس؟ إعفاء 50 قاضي هو إجراء يعني سبق له أن وقع منذ سنتين، وهذا الإجراء الأول الذي قام به الرئيس سعيد بعد عملية السطو على السلطة الذي قام بها قبل سنتين. فيعني يبدو وكأن النهج الذي يتبعه هو التخلص من كل من ينتقده أو يعاديه أو ينافسه في السلطة. فابتدأ بالقضاء ثم مر إلى الفضاء المدني والجمعي، والآن يعني يتهجم على آخر قلعة حرية تبقت من الثورة التي وقعت سنة 2011، ألا وهي حرية الصحافة. طيب، يعني انتهاكات متعددة تطال القضاء، تطال الصحافة، تطال حتى المحامين بسجن عدد من المحامين. هذا الوضع المتفاقم لجهة تداول حقوق الإنسان، يعني إلى أين يمكن أن يستمر؟ وهل ستترك الأمور بهذا الشكل للتداور أكثر بأكثر؟ يعني ماذا بإمكان المنظمات الدولية أن تفعله في هذا الصدد؟ المنظمات الدولية من شأنها أن تدق ناقوس الخطر، وهذا ما أفعله الآن في شاشتكم، وشكرا على استضافتي لكي أفعل ذلك. فيعني إلى أين تذهب الوضعية؟ إلى الرجوع إلى دكتاتورية مشابهة لدكتاتورية بن علي التي سبقت في تونس. هذا هو المكان الذي تذهب إليه الوضعية لو استمرت في هذا الطريق. بل حتى يعني قلت لكم سابقا أن يبدو أن الرئيس سعيد يتخلص من كل منافسيه. في بعض الأحيان عندما يصل النظام إلى مرحلة من القمع متشابهة مثل هذه، يعني لا نفهم حتى الأسباب التي تجعل النظام يعتقل هذا أو ذاك. فمن ضمن أكثر من 70 شخص الذين أحصينا اعتقالهم، هناك يعني أريد جلب الانتباه إلى حالة من ضمن الحالات، وهو حالة الصحفية شذا حاجم بارك. فهي يعني صحفية نسوية تنشر على صفحة فيسبوك محتوى يتعلق بالطبخ،
وبوجبات الطبخ وبالموضة وبالديكور المنزلي، لماذا تم اعتقالها؟ يعني طبعا هذا لا يبرر اعتقال من ينتقدون الرئيس، لأن هذا حقهم المشروع من باب حرية التعبير، لكن هذه المرأة لماذا اعتقلت؟ فالأنظمة الدكتاتورية عندما يعني تسعى تقول سيد بن إلى شمسي بأن التحلق ما للمريض. يحدث الآن هو عودة إلى المربع الأول وإلى النظام الدكتاتوري والبوليسي كما كان في عهد بن علي. في نعم، ولا سيما فيما يتضمن من أشياء غير مفهومة. شكرا جزيلا لك أحمد بن شمسي، مدير التواصل بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس واتش، حدثتنا في باريس.